مرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، مرحبا بكم وبمشاهدينا الكرام. رانا في الطبعة الثالثة من سبور ريفورم والخاصة بالرياضة واللياقة البدنية، ولكن اليوم راح يكون حديث خاص وروبورتاج خاص، تابعونا. الصحة أهم شيء، الصحة مهمة جدا. المكمل الغذائي لو كان لقيت فيه أنا ضرر كنت أنا الأول اللي ما ناكلوش. المكملات يديروا العقم ويديروا الأمراض ويديروا كذا، بار كونتر في اوروبا يتباعوا في الفارماسي. اللي هلكت هذا الجانب هذا. انا مانيش كونتر المكملات الغذائيه، انا راني ناتور ناتور. ما هو بلون ذهب الابيض تاع البيض. قال لي انا راني حاب نضرب كلش، تسمى هنا راهو قال لي وشر لي بلي انا نضرب ستيرويد. في تاعي لي كومبليمون اليمونتير ملاحيه. ولكن اليوم في معرض الرياضة ما راح شرنا نركزوا على العتاد الرياضي ولا الأجهزة اللي قامت بها الشركات الجزائرية وأخرى بالدولية، ولكن راح نركزوا على جانب المكملات الغذائية والتي يعاني منها الشباب ولربما تشغل باله ويحوس يعرف ما هي الأهداف، ما هي النتائج، وما هي الأعراض التي راح تكون بعد تناولها، وهذا راح نلخصه لكم في هذا الروبورتاج مع أبطال وحتى مدربين في رياضة كمال الأجسام. المكملات الغذائية أصبحت أكثر من إشكالية، وبات البعض فيها يتساءل عن مكوناتها وما مدى قدرتها في تطوير البنية الجسمية للإنسان. ننصح الرياضيين أنه يدرسوا قبل النوعية تاع المشروب ولا حتى تاع الدواء اللي حيتناوله، هو من الأحسن أنه يتفادوا الدواء، والرياضي ما يقدرش يشرب دواء وحده، لازم يكون عنده طبيب، لازم يكون عنده جهاز طبي، وإلا ما كانش عندك جهاز طبي أنا نفضل أنه اللاعب ولا الرياضي ما يتناولش هذه المكملات الغذائية، لأنه عامة ما يضرب الصحة. عندي 27 سنة وأنا في الرياضة هذه، هذا المكمل الغذائي لو كان لقيت فيه أنا ضرر كنت أنا الأول اللي ما ناكلوش، راني نستعمله صافي دوكا 20 سنة وأنا نستعمل فيه، الحمد لله جامي قالنا فيه ضرر أو قال لك فيه العقم أو فيه الآخر. عندي زوج دراري ما شاء الله الحمد لله، مي كاين الناس اللي شغل مازال ما لحقتهمش ثقافه باسكو ما يحبوش، تاع عندهم هذيك عقليه تاع بروتين ماشي مليح، بروتين ماشي مليح. هو استا مكمل غذائي من البطاطا من اللحم من الحوت من الكربوهيدرات من كل حاجه. يعني في لا جورني عندي اون دوموند، عندي ان بيزوان تاع 100 غرام دو بروتيين بار جور انايا سمير بن عيسى سوا ديزون. ها دونك كي نبدا ناكل اللحم، ناكل الرز، ناكل لي ليغوم، ناكل كذا، كي ندير الحسابات ديالي نلقى روحي بالماكله نشبع، ما نقدرش ناكل بلوس في لي 5 غوبا، ما نقدرش ناكل بلوس كو سا، نلحق 80 غرام بروتيين من الجسم ديالي لازم له 100 غرام. اي دونك جوكو كل ما ناكلهمش ما حش نخرج بنتيجه، صافي غادي ندير سبور باش نزيد نمرض. اي دونك جوكو هنا نكمل هذوك لي 20% نزيد المكمل الغذائي باش نكمل لي 100 غرام ديالي. ابخي لي 20% هذوك لا بوزولوجي تاعهم تتبدل على حساب نمط التدريب، اسكو تضربهم الصباح العشيه اثناء التدريب مور التدريب. سي بور سا كو لي زاتليت واحد يقول لك لاواي بروتيين كيفاش نشربها، يعني لاواي البودره تاع البروتيين ما تقدرش تعطي له تقول له كل صباح وعشيه وما عباكش واش راح ياكل، لا بروميير دي شوز ما على بالكش وقتاش يعني لو بيك هرمونال ديالو هو وكيفاش لو سومي تاعو كيفاش. دونك لازم دي دوز اي ان سويفي بور بوفوار بلاسي لا بروتيين لاواي بروتيين ولا اوتر برودوي ولا كومبليمون اليمونتير ولا فيتامين على حساب الماكله تاعك. دونك شوف المكملات الغذائيه احنا ما احنا في الجزائر ما عندناش ثقافه تاع المكملات الغذائيه، مازلنا بعاد بزاف، نكونوا صراحه ما نكذبوش على بعضنا، كاين مازال عباد هنا في الجزائر وكاين ناس وانا نحترمهم، ولكن مازالوا كان يقول لك البروتيين المكملات يديروا العقم ويديروا الامراض ويديروا كذا. بار كونتر في اوروبا يتباعوا في الفارماسي، اسكو سي نورمال؟ سي با نورمال بور موا، مي انا حاجه ننصح بها الناس، ننصح بهم المكملات الغذائيه اللي لازم للعضله ولازم للرياضي، كسوسوا يلعب كسوسوا يمارس بودي بيلدينغ ولا مانس فيزيك ولا اي رياضه يمارسها. تشوف كيما رانا نشوفوا حتى لاعبين كره قدم عالميين يستعملوا المكملات. اذا انت الهدف تاعك جيست اونتريني بور لا فورم، مكملات كاين امور ضروريه كيما الملتي فيتامين، لي فيتامين كيما المعادن، كيما كاين صوالح سما ضروريه للجسم تاعك، كاين صوالح سي با نيسيسير. في نامبورت في فلوروب ويضربوهم نورمال، سي اسمو كومبليمون اليمونتير، مكمل غذائي فيه بروتينات، فيه البلا بي سي سي اونتي كاتابوليزم، يحتوي على 3 اسيد اميني، ليسين، ايزوليسين والفالين، هذوما جور ماشي شغل الناس تشوفهم شغل حاجه دوباج ولا ويا، لا لا كومبليمون اليمونتير كيما في لوروب نامبورت، روح للنساء ويضربوا هذ لي كومبليمون اليمونتير. اونوبلي با ما نساوش باللي ان الامراض لي كونسير اللي راهم يطلعوا سي ديو ا سا، ولي ديفورماسيون
موديفيكاسيون جينيتيك اللي راه يديكريو لا جي اش لي بولا سي جي هادو مال سي دي و لو دوباج اون جينيرال اي ما راهش دوباج برك الكوتي مسكولار كاين فلا فورس كاين لي كي ماسك لي برودوي كاين لي برودوي كي ماسك لي بليسور سي تادير سي كوم سي اون ا ان طابلو دو بور عندنا ان طابلو دو بور وما كاش دي زانديكاتور في طابلو دو بور هذا هو المشكل اللي راه واقع في هذه الرياضات. المكملات الغذائيه والتي تعتبر اساس عشاق البودي بيلدينغ الا ان الافراط في تناولها قد يزيد من المتاعب بدلا من الحصول على نتائج مرضيه. دوك انت هاد الهوات هادو يحوس على يجيب المكمل الغذائي بصح طونك انت تعطيلو قال اليوم عندك 3 خطرات في النهار وزوج خطرات في النهار نهار ما تونترينيش هو يزيد يقول لك انا نزيد باش نطلع تمتم يولي يشرب 4-5 خطرات في النهار حقك من بعد يولي يضرو لينا نتاعو كيما نقولوا احنا لورا راهو ماشينا تولي ما تصفيش تولي ما تصفيش مليح. القانون في كيما نقول لك الطبيب قال لك 3 خطرات في النهار 3 خطرات في النهار يجيك واحد هكذا يقول لك انا جامي كليت بروتيين شغل البروتيين هذا شغل كيما نقولوا شغل يندروك حنايا شغل مخدر انا جامي كليت دوني طالع ناتورال كيفاش طالع ناتورال هذا خلينا من ناتورال راه مكم راك تروح تاكل شوف تاكل بطاطا فيها برودوي شيميك تاكل طوماطيش فيها برودوي شيميك تاكل طون كونسيرف فيه برودوي شيميك باسكو معقم بصح كي تاكل بروتيين بروتيين وشنو يجي من هيه يجوز على الدوله دخلوا لي زاناليز ومن بعد بالك لي زاناليز باش تقول للمستهلك باه ياكلو باسكو امبوسيبل راح يجوز بلا لي زاناليز كشف على التحاليل ديبيطون ما لازملوش احتياجات كاع بالماكله يقدر يافونسي سي اون افونس نولو ميديوم انيفو مويان ولا نطلعوا انيفو الفي ولا ندخلوا في الاحتراف هنا اون دو بلاسي اوبليغاتوارمون لو كومبليمون اليمونتير مي الهاوي جو كرو با راح يروح يقدر ياكل اون اسيات دو ري لا ماتيني 200 غرام دو بروتيين يزيد العشيه 200 غرام دو بروتيين الفا ساتيسفير لو بوزوان باسكو ستيرويد تغلط غلطه راح تمرض راح تسكنتي لو فوا ديالك لي غان ديالك قلبك وتقدر تكون عندك اون مالادي. احنا ما نلعبوش بالصحه تاع الناس ديروا الرياضه مش يلعبوا بالصحه ديالهم دونك هذا مش ياخذ لازم يل دو فير ديجا دي زاناليز شي لو ميدسان ان بيلون اي ان سويفي او كوتيديان سي ان ترافاي تري تري بروفون. يستعملها نهار السيونس تاع الظهر لي ميسك كبار ما يروحش يستعملها كل يوم عنده سيونس تاع يدين اليوم حيخدم يدين ولا حيخدم الصدر مش حيخدم كونتر جرافيتي راه قدو يطبع ولا نصحو باش الناس ما تستعملش علي شري بري ورك اوت شري بصح استعملها غير نهار سيونس تاع لي جون. كاين عباد يجي يشري من عندك لي كومبليمون اليمونتير يقول لك ما خرجوش عليا ابري كي تسقسيه يقول لك مانيش ناكل دو فوا تروا فوا سي امبوسيبل هذا واسمه مكمل خويا لازمك على الاقل تاكل 5 خطرات في النهار بوجبات غذائيه ونظام غذائي باش تستعمل المكملات الغذائيه. حتى الكور ديالنا هي مسؤوليه امام الله دونك حنا اون شيرش ا بروتيجي نوتر كور ميم سور لو بلون ديرابيليتي مسكولار ولا بروتيجي لي زورغان ديالنا اون ايفيت تو لي زانابوليزون وكنا لازم نيفيتيو كل هاد المنشطات هادوما ما في لي كومبليمون كل كتيب تاع كاتيجوري تاع كور اخترعوا له جور يجاوب معاه كيما نقولوا الاندومورف ما كاينش كيف يضرب بالجينر اكتومورف لازم له دي تروك كربوهيدرات يكونوا طالعين ولي كالوري يكونوا طالعين دونك لازم شي واحد يدخل مع صاحبه يشوف صاحبه يقول هو صاحبو سمين هو رقيق هو الو لوخ الاندومورف وهو اكتومورف يطريني وكيف تسيبهم. الا ان خلال جولتنا اقتربنا من بعض الزوار في المعرض والذين كانت ارائهم مختلفه بين مؤيد ومعارض للمكملات الغذائيه. انا راني ناتور 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 جيب لي الساك هاي الوجبه تاعي نوري لك ذوك الوجبه تاعي تحب نجيبها لك نجيبها لك. لازم يبدا يدير سبور لي مسك تاعو يفطنو يتعود على هذا سبور ياكل نورمال ريجيم تاعو ماكله اللي خلقها ربي سبحانه البروتين يجيبو من الماكله ناتورال من بعد كي يلحق لواحد المرحله يروح للبروتين. كاين ناس يديروا كومبيتيسيون يديروا هذوك الصوالح عنده بيتا ورايح ليه تاع واحد هاوي او يونطريني بور لافون باش يبقى واقف منا ياكل نورمال ولا شرا كاش مكمل يكون مارك حاجه نقيه ومنه ماشي مشكل بصح هذوك الصوالح خاطيني ما نعرفهمش وما نهضرلكش عليها. انا هو سبونسور تاع روحي ها هو سكارو ها هو سكارو ما هو بلون دهب الابيض تاع البيض ها هو الابيض تاع ما كان والو ناتيرال بصحتكم السلام عليكم جميع واحد دوك راهو يشوف راهو يسمع
نقولوا باللي خدك منهم باسكو شوف ماشي ملاح تخسر دراهم هكذا. زيد تاني بلو طار كي تكبر زعما تحب السبور زعما بالي صرالك شافسه ولا ربي يكتب لك تحبس فاهم تحبسوا يا خويا كباب يولي لك مرض. يونطريني يونطريني عام ولا يونطريني 6 شهور ما يلقاش ريزيرطا يقول لك يحبس يقول لك انا نشري لي بروتين نشربهم وما يعطوني ريزيرطا. نو لي بروتين يا خو ما يعطوكش ريزيرطا بلا ما تونطريني ما ترقدش. هما صح ملاح يا خو يعاونوك بصح ماشي تكل غير عليهم خاطش كي تبقى تشرف فيهم تشرف فيهم تشرف فيهم بعد تحبس لونطرينمون يا تخرج كرشك يا تشيان قايدك. صراحه انا استعمل المكملات مثل الواي بروتين هذا ما استعمله الواي بروتين نستعمل غير الواي بروتين. وبين هذا وذاك يبقى التوجيه الصحيح لهواة رياضة كمال الأجسام هي أحسن طريق من أجل حسن استخدامها. أنا نتمنى أنه هاد الرياضيين أم يمارسوا الرياضة باش يكون عندهم لياقة وأيضا في الكبر يكون عنده جسم سليم بما أنه الصحة أهم شيء الصحة مهمة جدا. شوف نصيحة للشبان هادو ما نقول لهم أنا لازم تونطريني ودير لازم لونطريني ودير والماكلة قبل ومن بعد باش تولي تستعمل في المكمل الغذائي ولا تحوس على نيفو عالي ما تقولش انا نحب نطلع في عامين ولا في عام ولا في حاجه. احنا رانا سفرينا باش طلعنا سفرينا باش طلعنا مي كاين دوك الوسائل كاع كاين لي كوتش رانا هنا نستفسروهم في اي حاجه ونزيدو حنايا ماذا بينا احنا اللي جن هادوما يا خويا ماذا بينا نشربوهم احنا في الفريق الوطني ويكونوا يشرفوا الرايه الوطنيه في محافل دوليه. دونك فهموا ديجا الرياضه حد ديروها لا دوزيام دي شوز اتصلوا بالخبراء ما كانش ان بروغرام ستاندار سواء في التغذيه سواء ان كوتش سبورتيف دو رونومي دو كاليتي ما نقولكش واحد برك اللي دار رياضه ويقول لك انا كوتش سبورتيف اي دونك ابخي لو كومبليمون اليمونتير نقدروا نديروا ان كومبليمون كي فا كومبليتي لاليمونتاسيون تاعنا. لازم لك يكون لك عندك الوعي دوكيمونتي شيرشي لانفورماسيون اكزاكت قبل ما تبداو باسكو الصحه ديالكم واعره لا راحتكم ما ترجع لكمش. الحميه الغذائيه هي الحاجه الاساسيه وهي الحاجه الواعره داكور تسمى الانسان باش ينجح باش يولي باطل. انا نقولها ماشي الصاله اللي ترجعك باطل وماشي الريجيم الحميه الغذائيه اللي ترجعك باطل. الا قدرت انت تشد الريجيم تاعك بوندون 3 موا ولا 4 موا وتونطريني بكوتيديان ولازم لك مدرب معاك يكون محترف وباتم معنى الكلمه. انا نشوفوا بزاف الشباب يدخل للصاله يونطريني 3 سنين 4 سنين ما يديرش فورما. نقول لك علاش ما يديرش فورما باسكو ما يتبعش الطريق الصحيحه ما عندوش كوتش وما عندوش حميه غذائيه اللي لازم يستعملها باش يبروغريسي. الناس الصغار عليكم ما تحتقروهمش. واحد صغير وريلو واحد ما يعرفش وريلو واحد حاب يتعلم علمو. هذه الرياضه رياضه جماعيه ماهيش شخصيه الناس كامل نستفادوا منها ان شاء الله بربي وربي يقدمنا ان شاء الله على كل حال. ليافونسي ديريكت خويا ما كاش منها. الرياضه هذه تحب الصبر الرياضه هذه تحب المداومه باش الجسم تاعك يتطور خويا هذه هي امبوسيبل تبني دار في اموا